السلام عليكم ورمضان كريم. اليوم جبت لكم واحد الحشوه كتعجبني بزاف في الكيش، وهي حشوه السبانخ والكروفيت. عليكم المقادير: غادي ناخذ مقيله، غادي نديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده، ونزيدوا عليها شويه ديال زيت الزيتون، نضيفوا عليهم شويه ديال البصله، ديكم الاختيار يا بصله حمراء يا الخضريه اللي متوفر عندكم. وغادي نقليو هذا الشيء مع واحد شويه ديال الثومه محكوكه، كتبقى اختياريه، اللي ما تيبغيش الثومه ما يديرهاش. من بعد ما كتقلى لنا شويه البصله، كنضيفوا عليها السبانخ والملح والابزار، وكنحركوا العناصر مزيان. وبالنسبه للسبانخ ديروا كميه كثيره، حيت راكم عارفين السبانخ غير شويه كيسخن وكيدبل ما كيبقاش يبان. يعني الا بغيتوا السبانخ يبانوا لكم في الحشوه مزيان، كثروا منه كثروا، وما تقطعوش رقيق بزاف باش ما يذوبش في خطره. هنا غادي نغطي على الخليط ديالي، وغادي نخليه يتقلى واحد شويه، ومن بعد غادي نديرو في واحد الطبسيل ونخليه حتى يبرد، وندوزو باش نحضروا الباقي. غادي في نفس المقله نيت، غادي نديرو معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف عليها الكروفيت ومعلقه ديال الثومه. غادي نضيف هنايا الملح والبزار، وتقدروا تضيفوا اي منسم كيعجبكم. غادي نقلي هذاك الكروفيت ديالي مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليه المقادير الاخرى. هنا شفتوني عاد زدت الثوم حيت عاد تفكرتو، انا راه كيعجبني الثوم، يعني كنديرو في كل شيء، ولكن بالضروره الحوت والدجاج ضروري يكون فيهم الثومه. هنا غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال الربيع، وكيف قلت لكم تقدروا تزيدوا اي منسم عجبكم، الزعتر، المهم اللي متوفر عندكم وكيعجبكم ان في الحشوات زيدوه. صافي، اون فوا كي طاب ليا الكروفيت كنزيد عليه الحشوه ديال السبانخ مع البصله، وكنخلطهم مزيان، وعاد كندوز باش نعمر بهم الكيش ديالي. هنا قبل ما نعمر الكيش، غادي نوجد لاباري ديال الكيش اللي كيكونوا فيها جوج ديال البيضات. غادي نضيف عليهم هنايا نص كاس ديال لاكريم فريش، نتوما يا على حسب الكميه اللي عندكم، ما نقدرش نقول لكم. مهم كنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وكنخلط هاد العناصر مزيان حتى كيتجانسوا لي، كيجيو بحال شكل اون كريم. الا جاكم الخليط شويه تقدروا تزيدوا عليه شويه ديال الحليب هكا باش يخفف. هنا نسمت هاد لاباري ديالي بشويه ديال الزعتر، هنا جبت لي مول ديال الكيش، تقدروا تشريوهم من الاسواق اولا تصوبوهم في الدار، لكم الاختيار. انا هنا الصراحه شريتهم. غادي نعمرهم بالحشوه اللي ديال لي زبيناغ والكروفيت بالتساوي، نحاول نقادو العماره باش تجي متساويه على كاع الكيش. من بعد ما عمرت الكيش ديالي، غادي نزيد شويه ديال الموتزاريلا محكوكه قبل ما ندير لاباري، قبل ما نخوي عليهم لاباري ديال الكيش. وهنايا صافي كنبدا نعمر الكيش ديالي بلاباري، كنخوي داك الخليط على كاع الكيش، نحاول ان نعمرهم مزيان. ومن بعد غادي ندخلهم الفرن حتى نشعل غير من التحت، حتى يتحمروا لي من التحت مزيان وتعقد هذيك الحشوه.
هنا كيف تشوفوا انا خرجتهم من الفران، ها هما طابو من التحت، انتم تشوفوهم محمرين ولا باغي ديال كيش صافي عقدات. غادي نضيف عليهم شويه ديال الفرماج حمر محكوك من الفوق، ونعاود ندخلهم على فران شاعل غير من الفوق باش يتحمروا ويتكراتينوا مزيان، ونطلقوا مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي كيف تشوفوا، الكيش جا مقرمل والحشوه تنقول لكم غزاله صراحه، ضروري انكم تجربوها في هذا رمضان، حنا كنبغيو هكا الوصفات مالحين. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وانكم تجربوها وديروا اي حشوه كتعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتراك، وحتى تلقاو فيديو مقبل ان شاء الله.